فرانسيسكو الأسيزي، برص، لصوص ومثقفون. يا رب، لقد مات إخوتنا شهداء وهم يبشرون بمجدك بكلمتك، والآن هم جالسون معك في السماء. إن تضحيتهم فتحت الطريق لإخوة آخرين ساروا على خطاهم، وهم يعملون كي يحملوا العزاء للضعفاء والفقراء. ولكن هنا أيضا يا رب يوجد عمل كثير، لذا أتضرع إليك أن تساعدنا كي لا نفقد العزم. سدد خطانا دائما بمحبتك يا رب. ابتعدي أيتها الشريرة من هنا، ابتعدي! ماذا تفعل؟ توقف! لا توقف، لا يهم، منذ الصباح وهو يصرخ، لا يقبل بأن يلمسه أحد. هوني عليك يا أختي، الآن سنهتم نحن به، أليس كذلك أقولينو؟ ولكن كونوا حذرين، يبدو أنه فقد صوابه. لا تقتربوا أيها الملاعين، ابتعدوا أيها الشياطين! أنا الأخ أوغولينو وهو الأخ ياكوبو، تعال معنا. إلى أين تريدون أن تأخذوني؟ هل إلى جهنم؟ لا، نريد أن نغسلك وننظفك جيدا، تعال معنا ولا تخف، سترى أنك ستصبح أحسن حالا. ألا تشتمون الرائحة؟ وكيف يتسخ هذا المكان؟ كل شيء هنا يتسخ. هيا ابتعدوا أيها الملاعين، أنتم أيضا رائحتكم جهنم، إنكم خطاط، أنتم لستم سوى خطاط، هيا ابتعدوا. فرانسيسكو، لقد أرسلتك السماء، انظر ماذا جرى لي، لقد رماني بقدح أحد البرص، حاولنا أن ننظفه ونداويه، إنه يشتمنا وكان به مس من الشيطان، لقد هجم علينا بقوة، لم نعد نعرف ما سنفعله، ساعدنا. اسمعني جيدا، الشتائم تساعدنا كي نتذكر من نحن، إنها خير جرعة دواء ضد التكبر وعلى إيجاد التواضع الحقيقي. أين هو هذا الأخ؟ تعال يا فرانسيسكو، إنه في الداخل. إنه فرانسيسكو، انظر إلى هؤلاء، لقد جلبوا معهم شياطين أخر، لكنني لا أخاف منهم أبدا. ابتعدوا عني في الحال، هيا. إخوتي، ابتعدوا عني، لا تقتربوا أكثر، وإلا لقنتكم درسا أيها الأنذال. السلام عليك يا أخي. ابتعد عني، ابتعد. هدئ من روعك، دعنا نساعدك. تتكلم عن السلام؟ أي سلام أستطيع أن أجده في جسد كهذا مغطى بالقروح؟ ماذا يمكنك أن تفعل أكثر من الآخرين؟ ألا تفهم أنني أول من يشمئز من هذه الرائحة؟ الرائحة الكريهة التي تصدر من جسدي. ولكن أنا أستطيع أن أساعدك، اطمئن، أنزل المقدم.
تعلم ما معنى أن تعيش دائماً مع هذا الجلد المتعفن الكريه الرائحة. لكي أتخلص من هذا القرف لا يسعني سوى أن أنتظر الموت المحتم. أنا لا أشعر بأي اشمئزاز من رائحتك. على أي حال يمكنني أن أسكن أوجاعك قليلاً. تعال أدخل إلى هنا، الماء فاتر، ستشعر حالاً بتحسن يا أخي، إنني أعدك بذلك. هل هي خدعة؟ ماذا يوجد فيه؟ إنها الماء فقط، ماء نظيف. أجل، هكذا أفضل، إنك إنسان صالح، صالح جدا. أنا أستحق جهنم بسبب جميع الخطايا التي ارتكبتها والإهانات والشتائم التي ما زلت أطلقها، وهناك ستكون نهايتي. ما من أحد في الدنيا يستطيع أن ينجيني منها أبدا. لكنك تأسف دائما على سيئاتك وتندم على الكلمات الجارحة التي توجهها إلى كل من يقترب منك. الكل يعلم هذا، ولا شك في أن يسوع أيضا يعلم هذا. ربما، ولكن بالنسبة إلي فقد فات الأوان، مصيري هو الهلاك. لا يفوت الأوان قط إن عدت وارتميت بين ذراعي يسوع. إنه يرى ما في قلبك ويعلم أنك نادم. إنه يحبك، أنا أعلم ذلك. لا تخف، ما زلت قادرا على أن تشعر بعناقه لك. هلما، انهض الآن بهدوء يا أخي، عد إلى سريرك واسترخي، وأرجوك لا تيأس، لأن يسوع يحبك وسوف يحبك دائما. سأعود بسرعة إليكم، لا تخافوا. فرانسيسكو، أخي فرانسيسكو، لقد شفي هذا الرجل. انظروا، هذا أمر مستحيل. اغفر لي فرانسيسكو، سامحني على كل الأشياء الرهيبة التي قلتها. لا تطلب الغفران مني، إنه يسوع هو من غفر لك لأنه يحبك يا أخي. هو الذي أراد شفاءك لا أنا بالتأكيد. الآن اذهبوا جميعكم إلى كاتدرائية القديس روفينو لتشكروا وتمجدوا الله لأنه يحبكم. اعملوا دائما بمشيئته لأنه هو ربنا وإلهنا. هيا. أجل، إن فرانسيسكو على حق، سوف أمضي في الحال إلى كاتدرائية القديس روفينو لأشكر الرب يسوع كما قال. كف عن شرب الخمر، عليك أن تترك لي قليلاً منه، لقد أفرغت الزجاجة. اسكت يا لوتشو، ما زال لدينا زجاجتان، وعلى أي حال يمكننا أن نأخذ المزيد، صحيح؟ ولكن قل لي، من هما هذان الرجلان؟ يبدو أنهما راهبان. حسناً حسناً، الرهبان أناس أثرياء، ثم ألا ترى أنهما أوشكا على أن يسقطا في مصيدتنا؟ أرجوك يا فرانسيسكو، امتطي الحمار. ألا ترى كم هو منهك؟ أخي الحمار بات عجوزا وفي حال يرثى لها، لنسر على الأقدام. لكن الطريقة ما زالت طويلة، وقد خلقت الحمير لكي تنقلنا إلى حيث نشاء. إنك مخطئ، الحمير أيضا هي من خلائق الله، إنه لم يخلقها كي نمتطيها، بل خلقها بفعل المحبة يا أخي. على غرار باقي الخلائق إنها تساعدنا، لذا علينا ألا نستغلها، وإلا لارتكبنا خطيئة ضد الخالق نفسه. حسناً يا فرانسيسكو، كما تشاء، ولكن امتطيه بعد قليل. الحقيبة أو تموتان. الحقيبة أو تموتان. في الحال أيها الرهبان، هل سمعتما؟ ما بكما؟ هل أنتما أصمان؟ اسمعا يا أخوي، خذا حياتي أيضا، لكنها ملك الرب، وإذا ما فعلتما ستحاسبان على ذلك. أما بالنسبة للحقيبة فلن نستطيع أن نعطيكما إياها. ولماذا لا يمكنكما؟ لماذا؟ هل لي أن أعلم؟ فرانسيسكو، قل لهما لماذا لا يمكننا. هيا أيها الراهب، أعطنا المال بسرعة، وإلا قتلنا صديقك في الحال. أعطيه إياه يا فرانسيسكو. إذن؟ نحن لا نستطيع أن نعطيك المال لسبب بسيط جدا، لأننا لا نحمل مالا. هذا حقا يؤسفني. أفرغا جيوبكما في الحال. أرأيتما؟ لا بأس، سوف نفتشكما لنرى إن كنتما تحملان النقود.
لا يحملان شيئاً، إنهما مجرد بائسين فقط، ليس إلا. ألا تخجلان مما تفعلان؟ ألا تعلمان من هو هذا الرجل؟ لا، لا نعلم، ومن يكون أمير البؤساء جميعاً؟ إنه فرانسيسكو، الراهب الأسيزي. ها؟ لا أعرف شيئاً عنه، ولكن إن كان شهيراً فلا بد من أن يكون غنياً. فتش في الأكياس، قد تكون الأموال فيها. لا يوجد شيء هنا، كلها قطع خبز يابس. إذا أين تخبئ مالك؟ اسمع يا أخي، لقد تزوجت بالسيدة الفاقة، وهي كما تعلم امرأة لا تجلب في جهازها شيئا ولا مهر عندها. حسنا، سنأخذ حماركما. لا، هذا الحمار لا يساوي قرشا واحدا، إن أردنا منه أن يسير فعلينا أن نحمله. لكن أنتم الرهبان، كيف تأكلون بلا أموال؟ نطلب الحسن من أجل فقرائنا، وبعد ذلك نأكل نحن أيضا إذا فضل شيء، وبهذه الطريقة فقط نخدم الرب يسوع يا أخوي. لا، لو سمحتما، منذ كم من الوقت لم تذق طعاما؟ منذ يومين، ولكن لحسن الحظ لدينا القليل من الخبز اليابس. إلى هذه الدرجة؟ هذان يلوتشوهما أكثر فقرا منا، يحصل بنا أن نعطيهما شيئا. تعاليا. نحن خاطئان، نعيش من سرقة الناس. أنا أعلم، ولكن أخبراني، ألم تسمعا قط بقصة لص اليمين؟ إنها قصة حدثت فعلا. لا، لكن أمي كانت تقول لي دائما إن اللصوص يمكنهم أن يكونوا صالحين. إن لصا كان أسوأ منكما وأصبح صديقا ليسوع يوم اقتادوا ربنا يسوع إلى الصليب، وكانوا يستعدون لرفعه عليه. عندئذ حدث أمر ما. كانوا قد صلبوا معه أيضاً لصين، واحداً عن يمينه وآخر عن يساره. كانوا يعانون الألم معاً عندما ثار أحد اللصين في وجه ربنا يسوع وراح يتهجم عليه بقسوة. إن كنت المسيح خلص نفسك إن كان هذا صحيحاً، وخلصنا معك. ألا تخاف الله وأنت معلق مثله على الصليب؟ أنت تعلم أن هذا العقاب نحن نستحقه، أما هو فلم يفعل شيئاً. أذكرني، أذكرني متى وصلت إلى ملكوتك. لا تأبه لهم، أنت سيدي المخلص، ارحمنا معك، أرجوك ارحمنا. الحق أقول لك، إنك أنت اليوم ستكون معي في الفردوس. اللص الصالح كان قد ندم، وحتى ولو كان ذلك في اللحظات الأخيرة من حياته، ولهذا السبب أخذه الرب، أخذه معه إلى الفردوس. كان قد غفر له، الرب يحب جميع خلائقه مهما فعلوا في حياتهم ومهما ارتكبوا من أخطاء. المهم هو أن يفهموا هذا الشر الذي فعلوه، وأن يندموا كثيرا من أعماق قلوبهم. هل أنت جد فيما تقول؟ أتقول أنه بإمكاننا نحن أيضاً أن نذهب إلى الفردوس عندما نموت؟ طبعاً، ولكما أيضاً أعد مكان في الفردوس كي تدخلا مجد الرب يسوع. ولكن هل يعقل هذا بعد كل ما فعلناه ضد شريعة الله؟ وفي النهاية يمكننا أن ننال الغفران؟ إن أردتما الذهاب إلى الفردوس فعليكما أن تكفرا عن الخطايا التي ارتكبتماها قبل أن تموتا. لكنها كثيرة يا فرانسيسكو، للأسف نحن من الخطاة المتصلبين. علينا أن نتغير كلياً ونعود إلى ممارسة البيطرة. كانت هذه مهنتنا في السابق، لكننا كنا نكسب قليلاً جداً. ولكن في مقابل ذلك يمكنكما أن تربحا الفردوس ولن تخيفا أحداً بعد اليوم. وأنت ماذا تقول؟ هل يمكننا أن نجرب نحن أيضاً؟ لنصلي إلى الرب، فهو الذي أعطانا الأخت النار وجعلنا نلتقي. Mm-mm.
أنجيلو، أنجيلو، استيقظ أسرع. ماذا يجري؟ الذئب يهاجم فرانسيسكو. ماذا؟ أين هو؟ إنه يكشر ويهر عليه، سيهجم عليه، ألا تراه؟ يا للقاتل، الكل يخاف منه. لا يا أخوي، لا تخافا، الأخ فرانسيسكو يتكلم مع الذئاب كما يتكلم مع البشر، إنه ليس في خطر، جميع خلائق الله تصغي إليه. لا يا أخي الذئب، عليك ألا تكون مخيفا هكذا، ألا تعلم أنك أنت أيضا خليقة الله؟ لذا عليك أن تباركه على غرار سائر الكائنات الحية، أجل عليك أن تفعل ذلك. يا طيور السماء، ألا ترى كيف تغرد وتمجد الله؟ أنت أيضا يا أخي الذئب، عليك أن تفعل الشيء نفسه. انظر إلى الطيور كيف تغرد، كم هي جميلة وكم هي مطيعة لخالقها. اذهب الآن يا أخي الذئب، فهناك في الغابة من يحبك وهو ينتظرك، لا تنسى. للأسف علينا أن نفترق الآن أيها الإخوان، ولكن أعطينا بركتك قبل أن تودعنا. ليبارككما الله ويبعد عنكما الشيطان الشرير ويسدد خطاكما وخطى أبنائكما يا أخوي. في الواقع ليس لدي أولاد، وهو كذلك. سوف يكون لكما أبناء وسيكونون مثلكما مباركين من الرب يسوع. والآن لنودع بعضنا بعضا. أهناك مشكلة؟ عندما تتكلم الكل يصغي إليك، حتى الطيور والذئاب، أما أنا عندما أتكلم فلا أحد يصغي إلي. سنبشر الكثيرين في هذه المدينة بالتواضع والتوبة باسم يسوع، سنعلن معا كلمة الرب قليلا مني وقليلا منك. أنا واثق بأنك ستبذل جهدك وستكون الأمور بخير. السلام يا إخوتي، السلام عليكم جميعا. السلام والخير عليكم. السلام عليكم. السلام والخير عليكما. السلام عليكم. السلام يا إخوتي. السلام والخير عليكما يا إخوتي. السلام عليكم. السلام والخير عليكما. السلام والخير عليكما. ساعدني، أنا جائع. ساعدني، أنا جائع. أنا جائع، ساعدني. تفضل يا أخي. شكراً. ألم يكن من المفترض أن نعظ معاً؟ هذا ما فعلناه. لم نقل كلمة واحدة، ما معنى هذا؟ إن ثوبنا هذا ذكر جميع الناس بفقر يسوع، كان علينا أن نقول فقط السلام عليكم، وبعد ذلك علينا أن نكون بقرب الناس جميعا. أنا حقا أحمق، لقد بشرت بيسوع دون أن أعلم. انظر يا أنجيلو، إنها بولونيا، مدينة العلم والمعرفة، ورؤساء الملائكة يقسمون إلى 7 فرق، لأن قبب السماء هي 7، وكل فرقة طبعاً تشرف على نظام قبة. عذراً، وماذا عن قبة النجوم المثبتة إذن؟ ولكن من هما هذان الرجلان القادمان إلينا مع حمار؟ يبدو أنهما مهتمان هما أيضاً بالقبب السماوية. إنه فرانسيسكو. فرانسيسكو الأسيزي هنا بيننا؟ اعذرني يا فرانسيسكو إن كنت قد هزئت بك، أنا أعلم أنك تتبع تعاليم يسوع حرفيا وتعيش في فقر مدقع. أنا لست سوى خادم الله. أرجوك أن تقول شيئا لهؤلاء الشبان، إنه هو من يجب الإصغاء إليه يا أبنائي. وماذا أقول لهؤلاء الشبان المثقفين؟ أنا لا أعرف سوى يسوع المسيح. ولكن ألا تعتقد يا فرانسيسكو أن الإيمان يجب أن يرتكز على المعرفة؟ إن كلماتي ليست سوى تجل لقدرة الروح القدس، فالإيمان الحقيقي يرتكز على مجد الله وليس على حكمة البشر. هل تعرف وظيفة الملائكة؟ أظن ذلك، درست كي أعرفها. لا، فالحكمة الحقيقية ليست في هذا العالم، وهي ستبقى دائما محجوبة وغامضة، لأن الله اقتضاها لمجدنا قبل الأزمنة. لا أحد يستطيع أن يقول إنه يعرفها، لا أحد يستطيع أن يقول إنه يملك غنى علم الله، حتى إنه بين المقتدرين من جهة والودعاء والمساكين من جهة ثانية، فهؤلاء الآخرون هم الأقرب إلى معرفة الله ومجده. لا بد للإنسان من أن يعبر طريق التواضع أولاً، وهذه ميزة عرف بها خدام الله الحقيقيون. عيشوا التواضع في حياتكم، ولا تطمحوا إلى أن يلقبوكم أساتذة أو دكاترة، فالأستاذ الوحيد هو يسوع المسيح المبارك، الذي هو وحده يملك أسرار الحكمة والمعرفة.
أنتما أيها التلميذان أجبان على سؤالي، لماذا أتيتما إلى هنا؟ اسمي بيلغرينو، نريد أن نصبح راهبين ونريد أن نتبعك. هل أنتما على استعداد لأن تتخليا عن كل شيء؟ أجل، فكلماتك تركت فينا أثراً عميقاً. وهل أنتما مستعدان للتخلي عن أملاككما وعن تكبركما أيضاً وادعائكما المعرفة؟ في هذا الخصوص كانت كلماتك واضحة جداً يا فرانسيسكو. إذا أردتما أن تسلكا طريق التواضع والفقر فاحضرا غداً إلى هنا. أنطونيو، إنها رسالة لك. أنطونيو، إنها رسالة لك. أرسلتها إلي ملكة البرتغال، لقد منحتني تصريحا بالذهاب إلى المغرب. انظروا ماذا كتبت فيها، أرأيتم؟ سأسافر من مرفأ كويمبرا وعلي أن أحمل معي هذه الرسالة، وعند وصولي يجب أن أبحث عن دون لورونزو وهو سوف يساعدني.